هنتكلم النهارده ان شاء الله على موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي اللي بتمكنني ان انا اعمل انشاء او تصميم مواقع ويب بالذكاء الاصطناعي مجانا. الموقع ده من المميزات بتاعته ان انا ممكن اشتغله من خلال المتصفح او ان انا اشتغله من خلال جهاز الموبايل، يعني ممكن ان احنا نحمله كتطبيق او ممكن ان احنا نشتغل من المستعرض الويب. طيب اسمه جيمدو ديلفو، جيمدو تيلفن، كتبت جيمدو بس هنا. اول ما جيت راح هو العلامه ديت، وهو ديت برضو العلامه في الابلكيشن بتاع الموبايلات بتاعه، هو نفس الشكل كده بالظبط. بيكتب اسمه كرييتور، اول ما ينزل على الموبايل بيبقى اسمه كرييتور. هنا البيانات بتاعه الموقع والمؤسسين وتاريخ التاسيس والكلام ده كله، ده ما يهمنيش. هنا هو جيمدو فاين يور بزنس اونلاين ويب سايت كرييت يور فري ويب سايت، كرييت ويب فري، انا عاوز انشئ موقع مجانا. هنا طبعا اهم حاجه، طبعا اول ما انت دخلت اي موقع لازم ان انت رقم واحد ان انت تعمل ايه، لوج ان او تعمل تسجيل دخول، ان انت تسجل حساب فيه. ده مش عاوز كوكيز، هضغط على لوج ان فمديك قائمه اهوت بيقول لك انت هتسجل من خلال فيسبوك ولا ابل ولا من خلال حساب جوجل او جيميل ولا بايميل مختلف، تبدا تختار الطريقه المناسبه ليك ونبدا نسجل. هنا بقى لابد ان انت توافق على الشروط والتراخيص، لكن هنا لو انت عاوز تتلقى نصايح او تعليمات او كده بتعمل عليها، ما علمتش عليها مفيش اي مشكله، تمام. لكن ديت لازم ان احنا نعلم عليها بحيث ان احنا ايه نقبل شروط الترخيص. هنعمل كونتينيو، هيبدا يدخلنا اهوت على الموقع بتاعي. هنا بيقول لي رقم واحد انشئ موقع احترافي بيدفق احترافي وجميل كوير بشكل مبسط جدا بعيد عن اكواد البرمجه وكلام من ده في ثواني اونلاين، تمام كده. طيب الناحيه دي بقى، ده لو حضرتك عاوز بقى بصفتك خبير بقى برمجه وكلام من ده وعاوز تكتب لغه البرمجه وتشتغل من هنا، يبقى عاوز تشتغل هو ده يعتبر كمحرر للبرمجه، يبقى نضغط هنا. انت عاوز تشتغل بالذكاء الصناعي ثواني هيبقى هنا، عاوز تشتغل كمحرر وتكتب اكواد برمجه يبقى من هنا، اختار الستارت ناو من الناحيه دي يبدا حمل. بيقول لك هنا مين اللي بيبني الموقع ده، فرد واحد بس يعني اللي هيستخدمه الموقع ده، هيبقى خاص بفرد واحد فقط ولا مجموعه من الافراد عشان نقدر نحدد المميزات والكلام ده كله، سنجل ولا جروب؟ هقول لا سنجل، فرد واحد. كونتينيو، تمام. طيب هنا السؤال اللي بعده بيقول لك طب ايه الهدف بقى، انت عاوز تنشئ موقع، عرفنا ان انت بني ادم فرد واحد مش مجموعه افراد، طب هتنشئه لايه بقى، ايه الهدف بتاعتك؟ بص كده هيبدا هنا يديني اهوت ماركتنج ولا بيزنس ولا نيو بزنس، بزنس جديد ولا اللي انت عاوزه. انا اختار مثلا نشاط تجاري هنا كده، ده اهو تمام، واقول له كونتينيو. طب الاختيارات ديت، الاختيارات ديت عشان تاثر معايا. طيب هنا بقى السؤال ده مهم جدا طبعا، بعنوان الحساب هنا طبعا بيقول لك اختار بقى اسم يسهل عليه الناس ان هم يوصلوا له وكده، اختار اسم الموقع بتاعك يعني من الاخر، عاوز اسمه ايه بقى، تكتب الاسم اللي انت عاوزه بالطريقه اللي انت عاوزه. طبعا هو هيبدا يختبر هل الاسم ده متاح ولا لا، فعشان كده انا عملت ايه مجموعه من النقاط و سلاش الى جي ما يلاقوهوش، ممكن يرجع يقول لك لا اعمل واحد تاني زي ما انت عارف. انت اخترت النشاط التجاري واسمه، فبيقول لك اقطع الاعمال اللي هيعمل هيشتغل في ايه بالظبط او ايه المحتوى بتاعه عشان خاطر ان انا اقترح عليك ادوات مناسبه داخل الموقع. فانت هتكتب له هنا الكاتيجوري بتاعك، الفئات بتاعتك او الهدف بتاعك. هنا الكاتيجوري عن طريق ان انت بتبدا تكتب، مش بالكوبي والبيست، عن طريق ان انت بتكتب وهو بيبدا يديك اختيارات يعني بيساعدك برضه. فهقول له education center continue. طيب اجي على اللي بعديه على الجولز او الاهداف بتاعتك، قول لي اختار ثلاث اهداف من الاهداف ديت لحد اقصى ثلاث اهداف بس اختارهم. كونتينيو. طبعا ممكن ان انت تعمل هنا اسكيب لو الخطوه ديت مش محتاجه، فانت ممكن تعمل اسكيب عادي لو مش مشكله يعني. هنا طبعا عاوز يعمل له ربط بقى ما بينه وبين الفيسبوك، فبقول لك استورد ايه صور من الفيسبوك بتاعك، فاقول له اسكيب المره دي. نيجي للسؤال اللي بعده، بقول لك اختار بقى موضوع من الموضوعات ديت يمثل الموقع بتاعك افضل استخدام، اقول له سكول وخلاص. كونتينيو. عاوز الستايلات وكام من ده، الستايل او النمط، شوف النمط اللي يعجبك.
انماط السهلات ونمط الخط خط الكلام ده كله، وتبدا تختار الاشكال اللي تعجبك، ما فيش اي مشكله. بيقول لك الموقع بتاعك هيبقى مكون من 3 صفحات، تمام؟ اختار ال3 صفحات اللي يناسبوك حسب الايه الموقع بتاعك يعني او كده. هم الثلاثه دول فعليا عاوز تختار حاجه تانيه ماشي من تحت، المهم ان هم اقصى حاجه ايه 3 فقط. كونتينيو. معنى كده ان المواقع المجانيه اغلبها بتختار في الاخر ايه، هم 3 مواقع فقط، تمام؟ هنا هنبدا نختار اللي هو التخطيط بتاعك، عاوز تخطيط انهي تخطيط، تبدا تختار التخطيط ده. كونتينيو. ممكن تعمل بريفيو بس مش هعمل بريفيو. هنا اهوت اداني الدومين بتاعي اهوت، او اللي هو عنوان الموقع بتاعي. في هنا حاجات عليها بعض المشاكل، بيقول لك النطاقات ديت غير متوفره، هل هي ملكك متسجل قبل كده؟ يعني احنا ممكن نعمل يس، بس هو طبعا اكيد هيطلع مش احنا اللي عاملينه، حساب تاني اللي عامله، فلازم تتعدل. هنا على الخطه، انا اخترت الخطه المجانيه، اداني الخطط المدفوعه والمجانيه، هنضغط على الخطه اللي هي الفري. حمل اهوت بيلدنج ويب سايت، هيبدا يعمل بيلدنج ويب سايت. يبقى ويب سايت هيبدا يعمل الموقع بتاعي، بنشئ الموقع. كده اغلب المواقع تقريبا اللي هي او المستضيفات او الاستضافات او المواقع الذكاء الاصطناعي اللي بتعمل مواقع ويب مجانا من غير ما تدخل في خطط او جريد او التعليه، دي كلها بتعمل في حدود ايه 3 خطوات 3 صفحات. ادي هنا هو البيجز، ادي الديزاين، ادي الايديت او التعديل. شوف بقى اقف في اي حته انت تعاوز تعدل اهوت، اعدل مثلا توجيه الكمبيوتر ايه، تمام؟ ظبط كده هنا، ادي في المنتصف، هي اصلا في المنتصف. عاوز تعمل لينك مفيش مشكله هنا. لا يا ابن الحلال انت دخلت على بعضيها. الموجه لا. بلاش نخليها دولار احسن، برضو خليها بالدولار. كده تمام. طبعا بعد كده بقى تقدر ان انت تعدل وتغير وتعمل التنسيقات اللازمه، واهوت الخطوط، ويعني غير اللي انت عاوزه على حسب ما انت عاوز، كل حاجه مفيش اي مشكله. تقدر ان انت تعدل بقى الايه البولد والكلام ده، غير الكلام، غير المحتوى، غير الصور، انزل في كل حته وضيف وعدل، مفيش اي مشكله خالص. ومن هنا تقدر اهوت، هنا طبعا كوبي بيست، هنا تفتح الادوات عشان تعمل اللينكات، عشان تعمل الاضاءه، عشان البلوك ديزاين، وعلى حسب كل مكان انت هتقف فيه مفيش اي مشكله. وهنا بيحفظ ايه اوتوماتيك الايه التعديلات اللي انت عملتها اول باول، مفيش مشكله. هنا ببلش يبقى انت انشر الشغل. بريفيو نعمل ايه اللي هو المعاينه اهوت. انا عملت ادي الموقع طبعا على الموبايل، اسهل من كده كتير جدا لو انت هتشتغل من خلال الموبايل، اسهل من كده خالص. يعني هنا طبعا تعدل في كله انت براحتك، ما فيش مشكله، ممكن تعدل كل التعديلات اللازمه. هقول له ببلش، انا انتهيت كده. تقدر تاخد كوبي من اللينك اهوت عشان تدي العنوان للناس اصحابك بقى وكده يدخلوا عليه، كونجراتيوليشن وشكرا وكلام من ده. ادي بريفيو لو انا عاوز اعمل معاينه، ادي المعاينه ببساطه، ادي الموقع اهوت. هنا طبعا عرض الموبايل، عرض جهاز الكمبيوتر، ايا كانت الطريقه. حاول اعمله لكم برده من خلال الموبايل وارفعه لكم على الموقع القناه.
اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس يوصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.